بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يعني ندوة صحفية الآن لتقديم البرنامج والخطوط العريضة الأرضية التقديمية للمنتدى ديال الصداقة والتعاون بين يعني الجهات سوسمسا والمناطق الأخرى ديال الصين، خصوصا في الجانب ديال الاستثمار والاقتصاد. تقدمت بطبيعة الحال واحد المجموعة ديال الأرقام والمعطيات والقطاعات، وتقدمت ايضا ارقام ديال الناس اللي غادي يحضروا، تقريبا واحد 217 شركه ومؤسسه صناعيه انتاجيه اللي غادي تحضر من الصين. بالمقابل ديالها غادي يحضروا مغاربه ايضا من رؤساء المدن ورؤساء الجهات ومستثمرين ورجال اعمال في قطاعات مختلفه، منها التجاره، الصناعه، يعني تربيه الاحياء، المنتوجات، التجميل، السكك الحديديه، الطرق، السياره، والصناعات الغذائيه والتحميليه. الدوره الثانيه من منتدى الصداقه المغربيه الصينيه هو يعني هو مهم جدا نظرا للظرفيه التي ينعقد فيها، وهو الذكرى 60 للعلاقات المغربيه الصينيه. وهذه الذكرى يعني بالنسبه للصينيين وبالنسبه للمغاربه هي مهمه جدا، ويعني ثم انه بحكم يعني تواجد يعني واحد نسبة كبيرة جدا من يعني مشاركة نسبة كبيرة من الجهات الصينية ومن المدن الصينية، بحيث أن ستشارك تقريبا 6 جهات، من بينهم 2 جهات عندهم يعني حكم يعني حكم ذاتي مثل منغوليا ومقاطعة نينشيا. ثم تواجد عدد كبير من الشركات المهمة والوازنة، الشركات الصينية، وعدد كبير من رجال الأعمال. إذا هدف في الشق الاقتصادي. أما في الشق الثقافي هناك تواجد لتقريبا 3 جامعات كبرى، جامعة شنغهاي، جامعة بكين، جامعة نينشيا، وتواجد يعني عدد كبير من الجامعيين وخصوصا في مجال الطب، يعني لان هناك يرجى انه في هذه المنطقه التي اللي فيها واحد العدد ديال الاعشاب الطبيه، ان نرى كيف يمكن ان نتعاون مع الصين في عمليه مثلا في قضيه الابحاث وفي عمليه انتاج هذه يعني الاعشاب بما يلائم يعني يعني بالطرق الحديثه. هذا يعني جانب مهم جدا. وكذلك التفكير كذلك في الاعشاب الطبيه المتواجده في المغرب واللي هي غير متواجده في الصين، كيفيه تصديرها الى الصين الى جانب يعني منتوجات اخرى للمنطقه. الجانب الاخير اللي هو المهم بالنسبه في المنتدى هو جانب السياحه. طبعا هذه جهة سوسمسا هي تتمتع بمؤهلات سياحية يعني كبيرة جدا، فنريد من الصينيين التعرف على هذه الجهة وتشجيع السياحة الصينية إلى جهة سوسمسا.